نعم، يعني حقيقة حسب آخر المعلومات المتوفرة لدينا أن كان هناك جهود استخباراتية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، بالتعاون طبعا مع استخبارات التحالف الدولي لهزيمة داعش. معلومات ربما نجحت هذه المعلومات في إرشاد الطريق وتذليل العقبات أمام عفوا أمام إلقاء القبض على هؤلاء. بعد هذه المعلومات الاستخباراتية طبعا بالتأكيد كانت هناك توجهات وعمل منظم حسب المعلومات المتوفرة التي تم إلقاء القبض على هؤلاء وفق خطة محكمة. طبعا هذا طبعا يعني بالتأكيد يتطلب المزيد من المعلومات الاستخباراتية سيدتي، خاصة أن كان هناك في الفترة الأخيرة جرائم اغتيال متعددة في منطقة الحسكة، طالت نشطاء سياسيين وطالت أشخاص مدنيين في مدينة الحسكة، وهذا بالتأكيد يدق ناقوس الخطر أن داعش لا يزال خلاياها النائمة تتحرك بحرية في شمال وشرق سوريا. نعم. كانت هناك أيضا عدة عمليات في مدينة الرقة في منطقة دير الزور، هناك تحركات نشطة لخلايا داعش في المنطقة عموما، وبالتأكيد هذا يستلزم يعني تكثيف كافة الجهود بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية للقيام بواجباتها وإلقاء القبض على هؤلاء. كان هناك يعني معلومات أنه تم إلقاء القبض على قيادات خطيرة بتنظيم داعش لا زالت تختبئ في المنطقة. طبعا قبل فترة أيضا كانت هناك عمليات إنسانية والأمن تمكنت فيها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي حسب أيضا متابعتي للموضوع ميدانيا هناك أيضا أسفر عن إلقاء القبض على الكثير من عناصر داعش. بالمحصلة سيدتي دعيني أقول لك أن هذه العناصر لا تزال تشكل خطرا كبيرا، وبالتالي يستلزم من المجتمع الدولي تقديم كافة أساليب الدعم لقوات سوريا الديمقراطية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في القضاء نهائيا على هذا التنظيم الذي هناك تقارير عدة بأن هناك مخاطر عديدة للعودة مجددا. أهم هذه التقارير يعني إذا سمحت لي، اليوم كان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارجي كرر مرة أخرى وقال أن داعش يشكل قنبلة موقوتة سواء في الهول أو في أي مناطق أخرى. نعم أستاذ سردار، بجزئية حديثك طبعا بأن هناك عمليات اغتيال ولا يزال تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع برمته، إذا ما مدى أهمية هذه العمليات الأمنية والعسكرية التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وقوى التحالف الدولي؟ يعني هي عمليات مهمة جدا ومهمة للغاية من أجل إرساء الاستقرار والأمن النسبي الذي تتمتع به مناطق شمال وشرق سوريا مقارنة بباقي المناطق السورية. هذا الأمن الذي ينعم به تلك المناطق تتطلب طبعا من جميع القوات التي تسرع عن راحة المواطنين وهي مسؤولياتها بالتأكيد وواجباتها بأن تتحرى وفق جميع المعلومات الاستخباراتية حتى تتوصل إلى جميع هؤلاء الذين يعملون ربما فراديا أو على شكل جماعات تتحرك في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي مهمة ليست بالسهلة بالتأكيد، لكن يعني تكاتف الجهود والتعاون بين كافة العاملين في هذا المجال قوى الأمن الداخلي أو قوات سوريا الديمقراطية وحتى التحالف الدولي وحتى المجتمع الدولي عموما عبر تقديم معلومات الاستخباراتية يتم من خلالها التوصل إلى هؤلاء الجماعات الإرهابية الذين لا يزالون يشكلون خطرا على شمال وشرق سوريا وبالتالي على سوريا عموما وحتى على المنطقة والعالم. وهي عملية بالتأكيد مهمة جدا لإرساء الأمن والاستقرار كما قلت لك ليس في شمال وشرق سوريا وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي حتى. نعم أستاذ سردار، بسؤالي الأخير، ألا يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اتجاه اليوم ما يشكله من خطر تنظيم داعش الإرهابي؟ بالتأكيد هناك مسؤولية كبيرة يعني تقع على عدة جوانب على عدة ملفات. الناحية الأولى إذا ما تحدثنا عن ملف الهول، هناك دول مطالبة اليوم بإعادة مواطنيها الذين يحملون جنسياتها إلى أوطانهم، وهناك حتى الآن تردد من قبل المجتمع الدولي في هذا المجال. من الناحية الأخرى هناك واجب على المجتمع الدولي بالتأكيد تقديم كافة الدعم المادي واللوجستي والسياسي والاستخباراتي لقوات سوريا الديمقراطية
الاقتصادية العاملة على الأرض في هذا المجال، هناك أيضا واجب أخلاقي وإنساني وضروري جدا يعني من جانب يجب على المجتمع الدولي تقديمه، وهو وقف الاعتداءات التركية التي تسهم بالتأكيد في حرية الحركة لخلايا داعش في المنطقة. هذه الهجمات المتكررة بالتالي بالتأكيد هي تساهم في إعطاء دفع معنوي لهؤلاء الإرهابيين للتحرك بحرية في المنطقة، وعليه فإن المسؤولية بالدرجة الأولى تنبع في أهمية وكيفية ردع الهجمات التركية التي تمنع قوات سوريا الديمقراطية من القيام بواجباتها على أكمل وجه. من شمال شرق سوريا الأستاذ الصحفي سردار جوهري، أشكرك ولك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مداخلتك معنا.